كالكوني كده بقول يعني كان يكون كونا الكون هنا يعني ايه مصدر يعني ككوني يعني كوجود يعني كوجوده تعالى ككونه تعالى فيه يعني كوجوده كون يعني وجود واضح كالكون في الجهات ليه خص هذه؟ لأنها هي التي يقول بها المجسمة والمشبهة. واضح؟ وتكلمنا في معنى الجهة عند الناس وعند مين؟ وقلنا أن الجهة في المعنيين مستحيلة فيه في حقه تعالى، لأن عند المتكلمين عبارة عن هي نفس
نفس المكان ولا تطلق عليه جهة باعتبار أنه مجاور له، من باب تسمية الشيء باسم ما جاوره. سامع؟ ولا تجي هنا ولا نجي لك هناك. واضح كده؟ باعتبار تسمية الشيء باسم قلنا أن الإشارة تقع على الجهة، تقع على منتهى الإشارة الحسية، يعني مثلا نهاية الإشارة انتهى آخر حاجة مشار إليها بعد نهاية الإشارة. يسمى الجدار اللي هو في الجهة الشرقية أو الغربية يسمى شرق أو غربي عند المتكلمين في نفس المكان، إنما سمي شرقي باعتبار أنه جاور الجهة ليه؟ أو قاربها أو نسب إليها قريب منها. واضح؟ بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني الجهة مستحيلة ويلزم عليها لوازم عقلية فاسدة. هنتكلم عنها أولا. هنا قلنا ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه، قلنا الفاء يمكن تكون بمعنى على لأنه إضافة إيه؟ يعني ممكن الإضافة تكون حقيقية بمعنى من، يعني من حق الثاني، وممكن تكون الإضافة بمعنى اللام فيستحيل لحقه خلاص، يعني لما وجب. وحقه يعني المحكوم، يعني الحكم الثابت الذي حكم به العقل المحكوم له، طالما حكم له أي حكم العقل له به في حقه، يعني متعلق به بما يجب أن نعتقده في حقه تعالى. ويستحيل ضد الصفات، ضد يشمل الايه؟ الضدين والنقيضين بمعنى اللغة. ويستحيل ضد الصفات في حقه كالكون، يعني ككونه تعالى في مكان او في ايه؟ في جهه. وشرحنا معنى الايه؟ الجهه. واضح؟ ومن اقوى ما يرد به على من يثبت الجهه انه لا تمدح بجهه فوق. وليخصينا انه جهه الفوق لا يتمدح بها حتى بحق الإنسان، يعني ما يمدحش نفسه منه فيه، مع أنها خص المدح بالجهة الفوقية لأنها أشرف الجهات، أشرف جهة الجهة الفوقية، ومع ذلك لا تكون مدحا إذا أضيفت إلى الإنسان، فكيف تكون مدحا إذا أضيفت إلى الرحمن؟ يعني كيف نفسر ذلك؟ نقول لمثبت الجهة ما تنفعش مدح في حق المخلوق مع إنها هي أشرف الجهات، لأنها لو كانت الجهة الحسية الفوقية يعني هي اللي فيها الشرف وهي المدح وهي التي يستحق من تثبت له أن يكون عاليا أو مرفوعا على غيره، لو كان الأمر كذلك كيف نوجه أننا نرى الحارس فوق السلطان ويسير أمامه؟ يعني الحارس بيتقدم له باحث السلطان السلاح، بيركب المستقبل والسيارة بتاع الحراسة بتمشي قدام الرئاسة وهي تمشي، يبقى الشرف لمين هنا؟ اللي في الأمام ولا اللي في الخلف؟ خلينا على العقول الجماعة. ولو كان ذلك أن شرف الحارس اللي هو يقوم بخدمة السلطان وحراسته أعظم من إيه؟ السلطان. ومعروف إنه تكلف الحراسة في الأماكن العسكرية بيقعد في أماكن مرتفعة ويمر القادة اللواء كله من تحته، وهو إيه؟ وهو فوق، لأنه دواعي الحراسة تتطلب ذلك، أن يكون أمامه أن يكون فوقه عن يمينه وإيه؟ عن شماله. فالحارس فوق السلطان من حيث الصورة، والسلطان وإن كان تحته في الصورة إلا أنه فوقه في القهر والغلبة والعزة والمكانة. إذا لا نفهم قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم بهذا
هذا المعنى السالم السقيم الذي يؤدي إلى البلاهة وضعف العقول، يعني يخافون ربهم كتعظيم مكان وإجلال وليست فوقية مكان، لأنه قلنا أن الحارس في الصورة يكون فوق السلطان، ولو كان التمتع بهذا الوصف لاستحق الحارس أن يمدح بما ليس يمدح به، فلا يقال أن الحارس فوق السلطان ويكون هذا تعظيم للقدر، إنما فوقه من حيث الصورة الظاهرة، وإن كان السلطان يجلس أسفل ولكنه أعظم في المكانة والمنزلة. واضح ولا مش واضح؟ إذن كون نسبة الجهة إلى الله وتخصيصها بالفوق من أجل هذا المعنى باطل، الذي أطلنا به بما يعرف من عادة الناس ومن تقاليدهم وما يفعل، مما لا يصح إسناد الجهة بهذا المعنى. ويستحيل ضد الصفات في حمله. طيب هنا حياء في السؤال، إن قيل هذا الكسب هو إيه؟ قلنا انتهى من الواجب ودخل فيه المستحيل، كان حقه أن يدخل أولا قبل المستحيل في الجاهز، لأنه قال كل من كلف وجبه عليه أن يعرف ما بذنب الله والجاهز والمبتلى، قفز من القسم الأول إلى الثالث وأخر الثاني عشان يكون الجاهز كله منضم بعضه إلى بعض فلا يتخلله أجنبي، يعني عشان يسد يعني يخلص كل ما يتعلق بالواجب وبعد يفرغ للجاهز، فلا يرجع مرة أخرى إلى الواجب أو إلى المستحيل. فإن سأل سائل وقال قد علم من وجوب القسم الأول، لما حتى في الصفات السلبية صفة المخالفة ليه؟ يبقى ما فيش داعي يجيب هنا الاستحالة، لأن هذا علم من القسم الأول تضمنا. قالوا في العقائد ما ينفعش الاكتفاء بالدلالة التضمنية ولا الالتزامية، لازم يجيبوا الدلالة المطابقية، لأنه الجهل هنا خطير، لازم يجيب الحاجة المنفعش الالتزام، لأنه كثيرا من الناس لا يفهمون دلالة الالتزام ولا الدلالة التضمنية، فلازم يجيب حالة مطابقية كده، لأنه هنا الإنسان لو اجتهد في هذا الباب فأخطأ فهو آثم، بخلاف الفروع ممكن يكون المجتهد مأجور. فلأجل هذا عشان يبعد أي خطأ في هذا الجانب فجاءك بما هو يقتضي دلالة المطابقة، جاء بالدلالة المطابقية ليه؟ من أجل إيه؟ من أجل أنه يحميك من الجهل ما أمكن، لأن المخطئ آثم خلاص كده، والاجتهاد هنا بخلاف الاجتهاد في الفروع، لأن في الفروع المخطئ مأجور، أخطأ له أجر مأجور، يعني يؤجر على خطأ، مش على خطأ، على الاجتهاد، ولكنه لم يصف فيأخذ أجر، حاول. أما في الأصول لا، دائم أخطأ في الأصول هنا فعليه وزرين، وزر انه اجتهد فيما ما لا مجال للاجتهاد فيه ثم بعد ذلك اخطا، يعني عليه وزر ليه؟ انه دخل في حاجه ممنوع الدخول فيها وبعدين ما دخلش صح اخطا. واحد كان درسنا زمان في المسيحيه يقول المخطئ، عندنا احنا المخطئ له واجب مش كده؟ الفروع، والمجتهد والمصيب له ايه؟ الاجران. فكان يقول هناك المخطئ عليه وزران والمصيب ثلاثة اوزار، ما فيش هنا
هناك مصيبة ضلال في ضلال، ده مصيبة مش مصيبة. يبقى حيصير في يعني واحد اجتهد في النصرانية واجتهد ووفر كده بالنسبة لهم، يعني في انه اظهر ادلة جديدة على نفي الوحدانية. اذا كان مدر 30 مش 3، فلا يصح هنا يقال المجتهد هناك ان اخطأ فعليه عذرا، وان اصاب قال لانه لا قال شديد الثلاث لانه اصاب في الضلال. وهو الضلال فيه اصابه ايضا، يعني عاوز فن برضه كيف يضلهم وكيف يقنعهم، لا ده برضه يعتبر اصاب في انه اقنعهم بالايه؟ بالكفر او فده اصابه من وجهه نظر، فيبقى كده ايه؟ نجح يعني في الخطه ان جهنم نجح ان يكفرهم يعني. فيبقى عليه ثلاثه ايه؟ اوزار. زي مثلا لما يقول لك نيجي نقول لهم تعالوا يا اخوانا انتوا الكل بالجهه، يبقى يلزم من اثباتها انه تعالى محصور، ويلزم كده من جهه او كده من مكان، فيفرون من ذلك ويقولون ان المراد اثبات الجهه ولكنها جهه عدميه. الجهه العدميه او نقول لهم لا جهه، يروح يقول لك لا نقول في جهه، في جهه وعدميه معناها ده الجمع المنفذين، الجمع اثبات الجهه ونفي الجهه، القول بعدمها يعني بنفيها. هم لا يعقلون انه الموت انا يعني الدين ده لما الموت انا امر ظاهر في الوجود، انه امر لا يقبله العقل، كيف قبلته عقولهم؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عمر كنا في الجاهليه نعبد الاصنام ونصنعها من الايه؟ من العجوه. ولما اشتد به الجوع يعمل ايه؟ يهجم على الاله يروح ايه؟ قاطع منه جزء وياكل يعمل ايه؟ ويستغفر بعد كده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما عقول يا عمر؟ يعني في الجاهليه ما كانش عندهم عقل تاكل على الاله تاكل منه. فقال يا رسول الله: عقول اضلها بارهه. وهكذا الجماعه دول اللي بيقولوا بالجهه العدميه عقول ايه؟ اضلها بارهه. ولله سبحانه وتعالى ان يفعل في ملكه ما يشاء. ويستحيل ايه؟ ضده في حقه كالكون في الجهة. يلا شوف يعني مثلا القدرة والعجز كده، أو الإرادة والكراهية، دولة إيه؟ دولة ضدين. انما القدره وعدم القدره دول نقيضين كده، انه ده الامران ده وجود وده عدم، ده الامران وجوديات. يبقى اذا طالما مبني نفي فاسمه تناقض، اثبات امرين ده وجود وده وجود لكنهما لا يجتمعان اسمه ده ايه؟ ضدين. يبقى هنا القدره هل لا تجتمع مع العجز؟ يبقى هنا اسمه اجتماع الضدين. انما ثبوت القدره مع نفي القدره ده اجتماع ليه؟ اعطي مثال مثلا يقول المتخالف. يعني ايه متخالف؟ يعني مثلا صفه كبيره وصفه صغيره، ده خالف ده والاجتماع. ما هو الصفات الامر متكلم في الصفات ضد ذي الصفات، يعني ممكن صفتين لا صفه لا صفه كانهم ضدين. هي معنى ضدين يعني الصفة وصفة، أما ناخدين يعني الصفة وعدم الصفة نفسها، يعني موجود ولا موجود، فلا اسمهم ايه؟ ناخدين، فلا ما يجتمعوش. يعني هو أطلق الضدين بالمعنى اللغوي بما يشمل كل، حتى لو لم يكن لهم سهل، المهم ما يجتمعش في حقه ايه؟ تعالى ضد هذه الصفات مع وجود الصفات اللي هي الأخرى، مع وجود الصفات اللي قرناها أو مع نفيها، فيكون من باب ايه؟ نقيضين. لذلك هنا أراد بالضد الضد بمعناه العام اللي هو الضد اللغوي، ولم يريده بالمعنى الخاص، يعني عشان يدخل ليه النقيضين. و...
ويدخل المتخالفين على القول إذا كان في ما يخالف ما يقال عن ذلك مثلا الطول والبياض، فيمكن يكون له مثلا صفتان من هذا الشكل واحد واحد لأنهم متخالفين لا يخالف هذا. بس ترى إيه الفرق بين المتخالفين وبين الضدين وبين المتمدين؟ المتخالفان لا يمكن ويمكن، يعني يمكن اجتماعهما ويمكن نفيهما، والضدان لا يمكن ولا يمكن، لا يمكن نفيهما، والنقيضان لا يمكن اجتماعهما ويمكن نفيهما. واضح؟ يلا بين الجميع، فما هو مستحيل عند عاقل واحد هو مستحيل عند كل العقلاء، وإلا ما يبقاش في قانون في ميزان. كيف عقله يجتمع الأمورين؟ عقل أكبر من عقل الأنبياء، فعقل الأنبياء ما قال به اجتماع الضدين، كيف يقول به عقل؟ ده مش عقل ده. لذلك الشيخ زربوق رحمه الله قال في الجنة يقول وناقل ما قاله زربوق ليس بزربوق، هو اللي قال كذا. فيقول عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله علمه أكبر من عقله، علمه أكبر من عقله، هذا دليل على أنه هو بيقول باجتماع ليه. هل فيما يتعلق بالله مولانا هل يصح أن نقول الله في كل مكان أو نقول الله ليس في مكان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه معلوم شيخنا الفطرين آمين. ويستحيل ضد الصفات في حقه كالكون في الجهات. كده يملك المستحيل في بيت واحد، كان بيت عدة 42 بيت بس بخلاف المقدمة كلهم في الواجب، وهنا ايه المستحيل في بيت واحد، في بيت واحد، ولم يفصل الا في مسألة واحدة، لم يمثل الا بنفي الجهة، لأخطر حاجة، وبعد كده اعتقل بعد كده في الجهة. نعم؟ ذلك خذ ربك كريم في ليلة في ساعة دقيقة. قوله ويستحيل ضد الصفات، هذا هو ثالث أقسام الحكم العقلي. يرد احنا في ليالي عمرنا كلها نفهمها. هذا هو ثالث أحكام أقسام الحكم العقلي المتقدمة في قوله فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائزة والممتنعة، فقدم في التقسيم الجائزة وأخره في التفصيل لطول الكلام عليه. وألف الصفات للعهد الذكري، أي الصفات المتقدمة ذكرها المتقدم ذكرها بأسرها نفسية أو سلبية، معانية كانت أو معنوية. فيستحيل عليه تعالى العدم والحدوث وطرق العدم. والمماثلة للحوادث بأنواعها، فليس بجرم ولا عرض ولا يوصف بالصغر ولا بالكبر، ولا يتقيد بمكان ولا زمان، ولا يوصف بالدخول في شيء من العالم ولا بالخروج منه ولا بالخروج عنه ولا بالاتصال ولا بالانفصال. ولا بالانفصال، ولا يشغل ولا يشغله شأن عن شأن.
ليس بجرم ولا عرض ولا يوصف بالصغر ولا بالكبر. كل ذا قرر وشرح قبل ذلك. ولا يتقيد بمكان ولا زمان، ولا يوصف بالدخول في شيء من العالم، ولا بالخروج عنه، ولا بالاتصال ولا بالانفصال. يعني اللي يتصل بأنه داخل وخارج هو الايه؟ هو الحادث. هو الحادث، خلاص كده؟ ما فيش حاجة في الحقيقة اسمها خارج العالم. لو أثبتنا إنه في مكان خارج العالم، فكان هذا الخارج والعالم داخل، والمكان خارج وده مكان وده مكان، والعالم الداخلي وجد في هذا العالم الخارجي كده. وتعريف العالم لو قلنا بهذا الحيوانات ما عرفنا به كل ما سوى الله، فلا يوجد خارج العالم إلا الله. بس فيش حاجة اسمها خارج العالم، معناها كده قلنا بيقول زي ما أنا خارج مصر وداخل مصر، لكن خارج مصر وداخل مصر من جملة العالم. فأي خارج وأي داخل في العالم، أي خارج وأي داخل جوه العالم. بعد كده ما خارج العالم ما فيش خارج العالم، داخل العالم للأماكن والأزمنة. يعني مثلا مرة احنا سلسلناها في كلاسنا، كانوا بعض الطلاب مش فاهمين نفي قضية نفي المكان. مثلا أين يقع الأزهر الشريف؟ هتقول فين؟ في القاهرة. أين تقع القاهرة؟ هو مكان في مكان في قارة أفريقيا. أين تقع قارة أفريقيا؟ هو هتقول في آسيا. وإلا حينزل تداخل القارات، إذا حتقع قارة أفريقيا لأن القارات كلها حتقع فين؟ في العالم. آخر سؤال ده، أين يقع العالم؟ مش ممكن حتقول إيه في العالم، وإلا حيلزم وجود عالم فين؟ مش حينفع تقول في عالم آخر. فإذا أين يقع العالم؟ كده العالم بكليته لا يقع في مكان، لأن الأماكن كلها في داخله. أي مكان يبقى داخل العالم، أي مكان. والعالم ما تفهم إنه العالم اللي هو الأرض يعني، لا، اللي هو كل ما سوى الله، عالم العرش، عالم الجبال، عالم البحار، عالم أي عالم، عالم كل ما هو ذا العالم. وفي منطقة اسمها يعني منطقة الحدود. ها؟ ما فيش منطقة اسمها الحدود. مع مين الحدود دي؟ مش عالم أجنبي الحدود، مثلا دولة مع دولة. خلاص مفهوم ده؟ يبقى كده اسمع، إذا تقرر أن العالم كده وهو مخلوق لا يقع بكليته في مكان، فكيف يقع خالقه؟ إذا كان العالم كده بالإجمال كده مش في مكان، لأن الأماكن جوا. يعني مثلا معاك قارورة فيها ماء، أين يقع الماء؟ بكليته، الماء كله في داخل الإناء. خارج الإناء ما فيش حاجة اسمها ماء. يعني اعتبر الماء ده هو الأماكن، فالأماكن كلها بمثابة الماء في داخل العالم اللي هو الإناء. خارج العالم ما فيش ماء، ما فيش أماكن، لأنه الله تعالى خلق العالم وخلق فيه الأماكن، وخلق وأجرى على هذه الأماكن الأزمنة. هو تعالى خالق للمكان وخالق للزمان، فلا يتقيد بهما. حديث الرؤيا في الجنة إن شاء الله، للمؤمنين عندما يكشف الله عن الحجاب، والحديث مشهور. الرؤيا تقتضي من الناظر البشر ينظر لجهة معينة. يعني عندنا أحاديث الرؤيا دي لازم نثبت إيه المكان، لأنه يلزم أن يكون المرئي في جهة من الرائي. ده سؤال إشكال شبهة كبيرة، ورد عليها العلماء ردا يعني قاطعا، فقالوا بلاش ندخل في الاستحالة النقلية ولا فنقول له: أليس الله تعالى يرى عباده وهم في مكان وهو؟ فكذلك هو قادر على أن يجعلهم يرونه وهو ليس في مكان، كما يراهم هو وهو ليس في مكان. فإذا أسندت الرؤيا إلى الله انحل الإشكال. اعتبر مش إحنا اللي حنشوف، هو اللي حنشوف. هو شايفنا طبعا، هو بيشوف، يرانا ولا لا يرانا؟ مع نفي المكان إحنا مش ممكن نكون مقابلين له أو في جهة منه.
كذلك يعني عكس الايه السؤال، فيجعلنا تعالى نراه من غير جهة من غير مكان. ولذلك قالوا ايه قاسوا هذا على ايه كما انه تعالى يعلم بوجه من وجوه العلم ولكن لا يحاط به علما، وكذلك يرى بوجه من وجوه ادراك الرؤيا والادراك ولكن لا يحاط به لا تدركه ليك وحتى بكلامه لا يحاط به. فكذلك الايه الرؤيا تقع له تعالى، وهذا ما اثبته الناظم نفسه جاهز الرؤيا الالهي بالابصار لكن بلا كيف ولا هيك ولا انكسار، فاثبتنا الرؤيا ونفينا اللوازم. فهذه اللوازم التي لا بد من لزومها انما هي في حق الحادث وليست في حق القديم، لان لو كانت لوازم ثابته للحادث والقديم لنفينا الرؤيه عنه تعالى بالنسبه لنا، وقلنا لا يمكن ان تقع منه لنا الا اذا كنا في جهه بالنسبه له وفي مقابله، واذا لزم ذلك في حقه يلزم في حقنا، واذا انتفى في حقه يبقى يكفي بثبوته في حق الحادث ونفيه عن مين؟ عن المخلوق جل جلاله. ولا يشغله القبلية التي أثبتنا هذه ليست لو قلنا أنه تعالى موجود قبل الزمان بزمان، لا لا إشكال لسه في دماغك. بل كده خلاص أنت كده جاوبت كده. يبقى التقدم هنا ليس تقدما زماني وإلا يلزم منه قدم الزمان. فكيف نقول يجي واحد يقول يا مولانا الله تعالى قبل الزمان؟ كلمة قبل لا تقال إلا على زمان. يبقى هنا قبلية هنا بمعنى التقدم، أنواع التقدم خمسة، يعني هو متقدم والمتقدم يقال قبل وإن كان ليس تقدما إيه؟ كتقدم إيه؟ الأمس أنت على اليوم، يعني أمس متقدم اليوم إيه؟ الأحد، أمس إيه؟ السبت، تقدم السبت على الأحد، عارف لو كان بزمان لكان بينهما يوم ثاني. في يوم بينهم بين الاحد وبين السبت، اذا كان تقدم السبت على الاحد تقدم زمان يلزم ان يكون زمن ثالث، لذلك اول ما ينتهي السبت يبدا الاحد، ما فيش ثانيه واحده فرق، لانه لو في ثانيه فرق هل الثانيه من السبت ولا من الاحد؟ ما فيش اي زمن، لانه لو اقول لك حاجه مثلا تقدم الماضي على الحاضر ليس بزمن، ما يقول الزمن على زمن، يعني تقدم الزمن بعضه على بعض ليس بزمن، وإلا لكان بينهما زمن ثالث. وتقدم الماضي على الحاضر ليس تقدما زمانيا. ومن التقدم الزماني هو تقدم الماضي على المستقبل، لأنه بينهما الحاضر. في حلقة مليئة في مصر الماضي متقدم على المستقبل بزمن. أما على الحاضر ليس بزمن، لكن إيه؟ نحن موجودون في زمن دلوقتي، فكيف ننفي أن الله عز وجل مقارن لذلك الزمن؟ يعني قلناش مقارن يا بني، إحنا قلنا شوف كده الله تعالى هي معنى يعني الزمن لا يحكم وجوده، فهو تعالى موجود قبل الزمن ومعه وبعده. يعني اذا هو وجود مقارن للزمن لكن مش مرتبط به، لانه كان قبله وكان بعده. اما وجودك انت لا يمكن يكون الا في زمن، في نقطه من في نقطه في درجه في بدايه في لحظه من هذه اللحظات التي لها بدء ولها نهايه. اما وجوده هو موجود تعالى قبل الزمن. طب ولما وجد الزمن هل انتفى موجود؟ يعني هو مقارن للزمن ومتقدم ولاحق، بخلاف نحن، احنا فقط بس مقارنين مش مقدم محصورين فيه، يعني معناها احنا مش وجودنا مع الزمن، لا
بدأ الزمن واحنا دخلنا احنا في الوجود. فإذا احنا اصبح الزمن زي كأنه سور كده حاصر لينا. حاصر لوجودنا. وليس لان نشوف كده الذي يربطه او يحده الزمن هو الحادث. اما القديم هو الاوجد الزمن. يبقى اذا او معنى الزمن لا يدخل في وجود الله مش معناه ان الله تعالى ليس موجودا مع الزمن. معناه ان هو موجود لكن الزمن لا يحصره. ولا يشغله شأن عن شأن ولا يغيب عنه شيء. ويستحيل عليه تعالى الافتقار لذات يكون بها او مخصص. ده عارفينها في صفة ايه؟ القيام بالله. والتركيب في ذاته او صفاته. لا التركيب ده في ايه؟ في ايه ده؟ لا في الوحدانية. ده في الوحدانية. او يكون له ما ده المخالف للقواعد. او يكون له مماثل فيهما او احدهما او يكون له مماثل في فعل من الافعال. شوف خد بالك عاوزين حاجه نفهمها لك. التماثل في الافعال ده احنا قلنا في الوحده بالذات تنفع حاجتين الكم المتصل والصفات المنفصل. انما في الافعال ينفع فيها الايه الكم المنفصل ام المتصل. يعني هنا لما نيجي في الكم المقال هنا العباره هنا مش دخيله. بقول لك هنا ايه؟ أو يكون له مماثل في فعل من الأفعال. شريك ما فيش مماثل أصلا. هو يعني معناه كأنه فيه مشارك ولكن فعل هذا المشارك ليس كده. لو ما فيش أصلا شريك له في الأفعال. لكن أنا فين نكمل إيه؟ المنفصل. ليس معه فعل أصلا. ما فيش معاه فعل. ده الأدق كده. والعجز عن ممكن ما. لأنه لا يوجد لغير الله تعالى فعل أصلا حتى نقول إنه مماثل أو غير مماثل. بدل أن نثبت المثلية أو ننفيها عن فعل غير الله لما يكون له فعل. يعني مثلا أقول علم عالي ده مش زي علم مصطفى بس يبقى كده أثبت إنه لي علم. ثم أقول مثل أو غير مثل. انما لما يكون اصلا ليس له فعل فكيف اقول مماثل؟ مش دقيقه مش كده؟ ولا مش عاجبك؟ يلا يعني انت مع التاثير المولى فعل ما تاثير لا وصلنا في الطور. هو التاثير ايه؟ هو الفعل ايه؟ هو من غير تاثير هو فعل. والعجز عن ممكن ما والكراهية والسهو والغفلة والجهل بسيطا أو مركبا وما في معناه والموت والصبر. من الجهل البسيط والمركب. الجهل البسيط هو أن تجهل أن تكون جاهلا. الحمد لله على كل حال. أما الجهل المركب أن تجهل أنك تجهل. بسيط يعني هو جاهل وخلاص لا يعرف. أما المركب أن يجهل أنه يجهل فانضم جهلان جهله وجهله بجهله. لذلك ركب واحد على الثاني ليمات بعضها فوق بعض. يعني جهل مركب يعني جهلين لا يدري. وبعدين إيه؟ لا يدري إنه مركب. ولذلك البسيط ده سهل جدا يعالج. يعني طالما الانسان متى يطلب الانسان العلم؟ اذا درى او علم انه جاهل. الجهل البسيط ده يعتبر نصف العلم. انا علم وانا اعلم انني جاهل. والمعرفه كما يقول سقراط تستوي سلبا وايجابا. فأنا أعلم بس أعلم بجهالاتي. فهذا علم بجهلك. لأنك أنت لا تعلم ما هو الجهل الذي عندي. لكنني أنا أعلمه. فأنا أعلم منك في هذه المسألة. لي أنا عارف جهالاتي وأنت لا تعلمها. فأنت وصفت بالنسبة لي بالجهل. وأنا وصفت بالإيه؟ بالعلم. فإذا الجهل البسيط ده عبارة عن نصف. لأن الإنسان متى يطلب العلم؟ إذا علم أنه جاهل. لكن إذا لم يعلم أنه جاهل يعني جاهل أنه جاهل لا
الجاهل البسيط سهل جدا يتعلم، المركب مش هيتعلم لانه هو لا يعلم انه لا يعلم، ده هو العكس. ولو قلت انه هو شغل اولي لا مثلا نعم فهمت الفرق بين دي ودي؟ وعارفين البتاع بس ده ما ينفعش البيت الاستشهاد في هذا البيت الباطل. ليه؟ لأن الجهل والعلم عما من شأنه أن يعلم، والإمار ليس من شأنه، بس هو معنى بس مجرد كذا يعني حملوها على البيان، مفيش حد مش نقابة محاميين على الحمير. يقولوا ما صحش تقولوا الكلام ده. طيب احنا الان اللي بيقول عما من شأنه، من اللي هو من شأنه يعني يتصف بكونه عالما او جاهلا، فالانسان ليس الحمار، بس جاءوا بها مثلا الموت والصنم والعمى والبكم وكونه عاجزا الى اخرها، قوله كالكون في الجهاد. يبقى بالنسبة عشان نخلص المسألة، الجهاد قلت معنى الجهة ومعنى ايه؟ معنى المكان. إذا ما هو الأمر العقلي الذي نقف عنده حتى يعني نكون على قناعة وعلى اعتقاد سليم؟ أن الخطأ هنا لا يعذر الإنسان فيه بجهل، ولا بد فيه من الايه؟ الدلالة المطابقة. ما ينفعش يقول يعني يلزم من وصفه تعالى الناس لا تعرف الإسلام ولا التضمن فيه كثير، فلا بد من الايه؟ التفصيل. يعني نفصل حيث فصل الشان ونؤمن حيث اجمل. فليس وجوده تعالى كوجود الخلق، صحيح ولا لا؟ نعم. السؤال كده خلينا كده بسطاء وظرفاء وعقلاء. وجود الخلق قلنا كده الله تعالى ليس كمثله شيء، ولا بد ان يكون هناك فارق بين المخلوق والخلق. فالسؤال وجود الخلق في زمان ومكان ام لا؟ فيجب ان يكون وجود الحق ليس في زمان ولا مكان، لا بد ان يكون مخالف الحق. فما يثبت في حق الحادث الدليل بسيط، لو كان وجود الحق تعالى في زمان ومكان لوجب ان يكون وجودنا نحن ليس في زمان ولا مكان. فحاجه من اثنين، يا اما تثبت المكان والزمان لنفسك وتنفيها عن الله، يا اما العكس، ما ينفعش تثبت لكم انتم الاثنين مع بعض ولا تنفي عنك وعني. خلاص كده اول دليل واضح. يبقى اذا ليس وجود الحق تعالى كوجود الخلق، صح ولا لا؟ وجود الخلق في زمان ومكان، ولهم حدود ولهم ابعاد ولهم اجسام ولهم اطوال ولهم اعراض، وذلك كله من خصائص الاجسام، فوجب ان يتنزه مولانا تبارك وتعالى. السؤال اللي قال غمنت لي قلت كده في الحياة وفي الوجود آية، فهو صفة الوجود مش كده؟ اشتركت مع المخلوقات مش كده؟ واحنا اشترك لفظ ده قالوا الشيخ مصطفى ده شبه، هو يعني زي كأنه هو ايه هو الرجل وانت تفهم من كلامه وما ينصر مذهب مين السلفية ده في الظاهر موضوع ثاني. يبقى اذا الاجابه عن هذه الشبهه، وبعض الناس يظنها شبهه قويه، طب ما انتم اثبتتم حياه وعلم ووجود وقلتم يعني ده غير ده، فخلاص خلوه. قلنا احنا ما يجب او ما يثبت للمخلوق ينفع عن مين؟ خلاص ثبت لنا الوجود، ثبتت لنا الحياة، وثبتت لنا القدرة والعلم، فيجب نفي ذلك عن الله. وإلا فما الفرق؟ قلت يثبت للمخلوق ينفع عن الخالق، انفوا عنه الوجود، أثبتنا انفوا عنه العلم، القدرة، زي ما قال مين؟ قلنا خد بالك، ما
النفي هنا غير النفي هنا، والإثبات هنا غير هنا. هذا النفي الذي قلناه إنما في المعنى، والوجود الذي أثبتناه إنما في اللفظ. فالوجود والعلم وإنما هي ألفاظ، يقول هنا وجود هنا وجود، لكن المعنى مختلف. إنما المكان، قولوا كده حاجة هي معناه بالنسبة لله، يبقى المعنى واحد. ما ينفعش هنا يبقى زي هنا، هناك فقط إثبات اللفظ. هل المعنى واحد؟ هل العلم بتاع ربنا ده علم حضوري وعلم حصولي ولا بداية ولا نهاية ولم يسبع؟ فلم يشترك مع صفة العلم عندنا إلا، بل في الحقيقة لا علم إلا له، لا هو منفرد بالعلم ولا مشارك له في أي صفة، إنما هو فقط لفظ، أو يعني أعارته ظرفا يراها به، يعني امتلك حاجة من استعارة كده، يعني أنت تبصر به في الحقيقة وليس لك بصر أصلا، وسمي ما تبصر به بصرا لأن الله جعلك تبصر به، أسنده إليك، يعني أعطاك المال وقال لك اقرضني. وهل هو المقترض في الحقيقة؟ ده هو صاحب كل حاجة، صح يعني. فإذا مشترك لفظ ده غير الثاني، لو أثبتناه لقلنا بنفس المعنى، معنى المكان لا يتغير إذا أثبتناه بالنسبة للمخلوق عن بالنسبة. أما الوجود والعلم صفات ذاتية، والمشترك فيها بيننا وبينه اللفظ وليس المعنى، بخلاف الأزمنة والأمكنة والجهات، فالمعنى لا يتغير. هم يا مولانا لو اعترض، علينا وقال حتى في الاماكن في المكان والجهات، قال دي اماكن اصلا عدميه وجهات عدميه. ده كده يقول تعال سلم على كل مستشفى الامراض العقليه، كله بيقول يا جماعه بتوع مستشفى المجانين، بيقول في مستشفى مجانين وفي العباسيه، ولما قلنا له والرهان قال ده عدميه. ده بتعالج فيه بعدم، مفيش اجنبي دكاتره، مفيش مستشفى عدم، وديه على المستشفى ما ينفعش. ها؟ يعني اقتله؟ ما هو تعدمش الجثه مصيبه في التخلص من الجثه. لانه التجسيم ده راجع للجسم. هتخلص كيف من الجثه؟ فمش هينفع، لو قال عدميه يبقى تناقض، جمع بين ما أثبت وجوده من جهة معناه شيء ثابت، ولما قال عدمية كأنه نفاها، ولكنه في اللفظ وليس في المعنى. إنه لو نفاها في اللفظ إنما في المعنى هو يثبت، وإلا لو كان ينفيها في المعنى لقال لا جهة، ونفي كذا لقال بإيه؟ لا جهة، مش جهة عدمية. وبعدين عبارة كما يليق بجلاله دي لا تغني عنهم من الله شيئا، لا يليق بجلاله أصلا أن تنسب له صفات المخلوق، دي ما تليقش، ما فيش حاجة اسمها يليق بجلاله. هل نقول لله تعالى نقص يليق بجلاله؟ هو ده نقص مستحيل. هل نقول لله تعالى نسيان استهزاء مكر يليق بجلاله؟ أنا سمعت واحد في التلفزيون بيقول إن لله تعالى مللاً، إن الله لا يمل حتى تملوا، فقال إن له مللاً يليق بذاته. سئلت يا سيدنا أين الله فأجبته فوق السماوات أو فوق العرش، هل في هذا تحديد الجهة؟ لم يكن الفوق جهة فلا تكون هناك جهة. الفوق ده جهة، تحت واليمين وشمال جهات ست، الفوق ده أعلاها، ده هو المشكلة كلها في الفوق. فلا تجب بهذا أصلا. أحد الصوفية سئل أين الله؟ قال إن ربك لبالمرصاد، إنه بالمرصاد لكم. خد بالك كده، يبقى اذا ما ينفعش نقول ايه بالكلام، الشبهه خلاص ازيلت ولسه موجوده. اللي يستدل يقول لكم لا دي تثبت المكان، وتقولوا ايه منفع عن الله، وبعدين تثبتوا لي صفات، يقول فهمت الرد؟ لا
تقول ان صفه الوجود او العلم الى غيره اشتركت مع المخلوقات باللفظ واختلفت في المعنى، انما الجهه والمكان والزمان دائم لا يختلف في المعنى. طيب سؤال ثاني، الزمان والمكان مخلوقان لله ام لا؟ نعم. اذا معنى قولنا انه تعالى منزه عن الزمان، يعني ليس له بدايه في وجوده وليس له نهايه في وجوده. يبقى اذا رجلك مباشر بدري، إذن الذي له بداية وله نهاية هو الذي يدخل في قانون الزمان، والذي له حدود وأبعاد هو الذي يدخل في قانون المكان. والعقل قاصر عن إدراك صفات المولى تبارك وتعالى، ومعروف ما نقل عن السلف أن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. أما النصوص الواردة في الكتاب والسنة والتي متوهم منها إثبات المكان أو الجهة، فإن هناك نصوصا أخرى تقابلها تفيد عكس ذلك، فلا بد من صرف هذه النصوص عن ظاهرها، وكل نص اوهم التشبيه او يعني مثلا وهو الله في السماوات وفي الارض، مش كده؟ ده يفيد ايه ده؟ لا يفيد ايه؟ يتوهم منه اثبات المكان، وهو الله في السماوات. وقول سيدنا إبراهيم عليه السلام إني ذاهب إلى ربي، يفيد إيه؟ ذاهب إلى المكان، رايح فين؟ رايح ماشي مسافر، طالع فيها في جهة، يعني إبراهيم يا إما ماشي تحت يا فوق، لازم يتحرك في جهة في مكان، ذاهب رايح فين؟ زي مسافر رايح فين؟ رايح الصعيد، فلا يمكن تركب القرارات اللي رايح رايح الصعيد، فلازم رايح إلى ربي. طب ماشي كيف؟ فين الطريق اللي فيها ربك؟ يعني فين المكان اللي هتروح لربك فيه؟ ده يوهم ظاهر هذه النصوص كذلك؟ يبقى اذا مثلا يبقى قول الله تعالى وهو الله في السماء يوهم كده، وبعدين قول سيدنا ابراهيم اللي دائما اول ما تقرا هذه الايات التي توهم، قلنا في ايات توهم او يوهم ظاهرها اثبات المكان، قابلها بالايات الاخرى التي تعكس ذلك. يعني توهمنا من قول سيدنا ابراهيم اني ذاهب الى ربي. ربنا طوع Thank you.
إذا ما عرفناش نكمل البيت نكمل بعد الصلاة بس نقول دلوقتي إذا ما عرفناش نكمل لحد ما تقام الصلاة نسيب الصلاة ونكمل ولا نروح نصلي ونيجي بعدين؟ خلاص كده يا مشايخ ده النصوص خد بالك لما يجي نص كنا نعمل ايه؟ نص يوهم المكان او الزمان جيب نص ثاني عكس ده يعني جبنا الاول ايه؟ هو الله في السماوات وفي الارض وبعدين وقال اني ذاهب الى ربي سيهديني. لا يا ابراهيم انت بتقول اني ذاهب الى ربي سيهديني اين قوله تعالى هو معك اينما تسلك مكانك ومعك اينما تتعب وتروح هو معك هتروح وتسافر هنا وهنا ليه؟ يبقى هنا الايه الثانيه دي هو معك اينما كنتم هتحيرك تخليك ايه؟ مخك تبرد كيف انا رايح له وهو معي؟ ما اروحلوش تمام لكن انا رايح له في الحالة دي هتخليك تعمل ايه؟ تعرف انه المعنى اللي في الآية الأولى ده يستحيل أخذه على الايه؟ على الظاهر لأنه في آية ثانية نفته صح ولا لا؟ آية ثانية يقول لك ايه؟ إن الحديث مثلا إن ربهم بينهم مش كده؟ أو مثلا يعني لا يصعب الكلمة لا غير كده على القبلة إن هو في جهة في جهة وجهك فإنما تولوا فأينما تولوا معناها مش جهة واحدة كده وكده وكده ينظر بناء على الأخذ بالظاهر إنه مش في وجه واحد هنا لو جاء ستة يبقى في ستة أوجه هنا وجه لله هنا إذا تعدد للذات كفر أو شرك لو أخذنا بالظاهر فإذا جاءت كآية فيها إسناد جهة فقابلها بالإيه؟ بالآية الثانية كذلك مثلا إليه يصعد مش كده؟ أو وهو أأمنتم من في السماء هات معاها إيه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تطفون وهات معاها ونحن أقرب إليه إيه حبل الوريد وهات كمان اللي هو بيقول لك في جهة الفوق هذا الحديث وهو أقرب ما يقوم العبد وهو ساجد يعني هذا يلزم على الظاهر وهو مش في السماء تحت الأرض كمان هذه مع هذه فتصاب بالايه؟ بالحيرة إن لم يعني يذهب الايه؟ العقل مرة واحدة فتعمل ايه في الحالة دي؟ يبقى لازم ترد الايه؟ المتشابه إلى حديث الجارية اللي هم تمسكوا به أين الله ده من باب رواية الحديث بالمعنى ليه؟ لأنه في رواية في مصنف عبد الرزاق أصح ليس فيها ذكر أين قال صلى الله عليه وسلم في مقطع مالك أتشهدين فهذا من باب تصرف الروح لأنه حد يعني ما فيش حد أسلم غير الجاري ذي كم أعرابي جاء في الإسلام من العجم من العرب ما في واحد قال له مرة واحدة أين الله ولا جاء هذا اللفظ في كتاب الله فهذا من تصرف ليه؟ الروح يعني هذه اللفظة لم تثبت لأنه يعلم نفسه ما هو محال ما هو واجب وما هو أعلم خلق الله فكيف يسأل عن المحال ليكون واجبا؟ هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله وليس فيها أي وده موجودة في موطأ مالك، موجودة في مصنف مين؟ يبقى بالله عليك لما يكون عندك في كتب موثقة ويعني مصححة رواية مختلفة عن هذه الرواية دي مش موجودة غير يعني مش عارف في سنن رواية واحدة كيف تترك الروايات كلها وتتمسك برواية هذا من العطل ومن ضيق الأفق حتى لو مثلا يعني موجودة في مسلم كيف تترك الروايات كلها يجب ضم الروايات لهذا يعني مصطلح وعلم الحديث يجب انه ايه في لفظ ايه شاذ في الحديث خالف به اختصاص او من هو اوثق منه فيجب رد او جمع الروايات في لبعضها حتى ايه لا نتمسك بايه بروايه واحده وبعد الصلاه نكمل البيت ونقرا الابيات بتاع 10 دقائق وضع
نطلب من الشؤون الاخرى ان شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد.